نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهارده في جوله عديده من المباريات سواء في الدوري المحلي او حتى في الدوريات الاوروبيه. البدايه بالدوري المصري، والنهارده في مباراتين في توقيت واحد. سموحه وعلى استاد برج العرب هيستضيف نادي الزمالك في الساعه 7 من مساء اليوم، وفي نفس التوقيت البنك الاهلي يستضيف انبي. نروح للدوري الانجليزي، والنهارده في 3 لقاءات. تشيلسي متقدم على ويست هام يونايتد 3-0، وبرايتون متعادل مع أستون فيلا 0-0، و6:30 ليفربول هيستضيف توتنهام هوتسبير. نروح للدوري الإسباني، وفي لقاء انتهى منذ قليل بخسارة أوساسونا على أرضه ووسط جماهيره 0-2 أمام ريال بيتيس. 5:15 سيلتا فيجو هيستضيف فياريال، 7:30 فالنسيا هيستضيف ديبورتيفو ألفيس، 10 رايو فاليكانو هيستضيف الماريا، وفي نفس التوقيت إشبيلية هيستضيف غرناطة. الدوري الإيطالي، والنهاردة كانت فيه مباراة ما بين كالياري وليتشي وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. إمبولي مع فروسينيوني تعادل سلبي 0-0، وهيلاس فيرونا مع فيورنتينا حاليا التعادل الإيجابي 1-1. وفي الساعة 7 ميلان هيستضيف جينوا، وفي 10:45 روما هيستضيف يوفنتوس. النهاردة فيه مباريات مهمة جدا بتتكلم على ليفربول توتنهام وروما يوفنتوس، أعتقد مباريات مهمة جدا في الدوري الإيطالي أو حتى في الدوري الإنجليزي.